اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. هاد الميساج جاني اليوم، ما جبتش في الفرد بجوج وكيبان لي نغيب في الفرد الثالث. غنعطيك شنو باغي نقول انا في هاد البلان هذا، دونك بقى معايا مور الاعلان. وقبل ما نبدا هاد الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هاد الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه الماده ديال الاجتماعيات وتولي ساهله ويجيب فيها انقطاط في الفروض وفي الجهوي. اغتنموا الفرصه في هاد العرض هذا، غيسهل عليكم الماده كامله. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. هادو هما الدقائق الاخيره في الدوره الاولى، يعني الدقائق اللي خصهم يتستغلوا احسن استغلال، خاص يتحط فيهم الجهد كامل باش تجيب التعادل الا كنتي ما خدمتيش في الفروض اللي فات، وغتجي نتا وتغيب في الفرد الثالث. دونك بحال واحد الاستسلام اللي غيكون قاصح، و بحال رساله للدماغ والعقل اللاواعي ديالك انه يحبس. دونك هذا البلان هو اللي بغيت نقول لك فيه كمل يا صديقي، باقي قدامك الوقت، باقي قدامك الدورة الثانية تعود فيها، وباقي قدامك بزاف ديال الفرص اللي تخدم فيهم. دونك ما تحبسش هنايا، كمل كمل كمل، واخا تكون ما جبتيش اولا ما راجعتيش كاع في الفروض اللي فاتوا، كمل وحط الجهد ديالك كامل في هذا الفرد الثالث. حط الجهد ديالك كامل، حفظ يعني فهم الفروض كامله، خدم الفروض، جميع الفروض. يعني واخا يكون فرد في الرياضه ما تزقلوش، ما كنصحكش انك تغيب هذا الفرد هذا الثالث اللي تقدر تعوض فيه وتحس براسك واحد الطاقه اللي اكتسبتيها في هذا الفرد الثالث تمشي معك مفرقعه في الدوره الاولى في جميع الفروض. دونك كمل والوقت باقي قدامك، الفرص باقيين قدامك، ما عمرهم ما غيتسالاو الفرص في المجال الدراسي. الا كان كيجيك العياء من انك تخدم في بلاصه وحده، فعلميا العلماء تيقول لك ما تخدمش في بلاصه وحده، ما تقراش في بلاصه وحده، قرا في جوج البلايص ولا ثلاثه، قرا في شي جرده، سير قرا في شي يعني حدا شي بلاصه تتعجبك، شي زنقه اللي ما فيهاش الناس بزاف، شي بلاصه حدا البحار ولا شي حاجه. مهم عدد البلايص اللي غادي تخدم فيهم باش ما يجيكش الياس، لان حتى البلاصه تتلعب دور كبير. هذا هو اللي بغيت نقول لك في هذا الفيديو، والناس اللي تيشبهوا لك في السيتياسيون. الى اللقاء.